اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يعني هاي الصدرية الأخرى، جزاكم الله خير، الله يرحم أمواتكم. اللهم صل على وآل محمد. هذا القميص، هاي كلها عوائل متعففة، عندهم مرضى، عندهم بنات بالمدارس، هذا يعني بعد نعطيهم بنطلون. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. هذا أهل البنطلون. استغفر الله.